حضرت اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان حفل العشاء الخيري السنوي لمركز سرطان الأطفال في لبنان في محطة السكك الحديد في منطقة مار مخيل في بيروت احتفاء بأحد عشر عاما على تأسيسه. حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات وذلك لدعم جهود المركز الذي استطاع أن يتولى هذه السنة علاج نحو 150 حالة جديدة.